المجموعه دي ولا شايف انه الترجي وبترو اتلتيكو؟ الترجي وبترو اتلتيكو. خد بالك احنا برضو بنتكلم على ده لانه دول كلهم باذن الله باذن الله ان شاء الله قد يكونوا منافسين محتملين ان شاء الله باذن الله بعد ما نضمن التاهل. المجموعه الرابعه مجموعتنا بقى، الاهلي طبعا متصدر المجموعه بست نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثاني بخمس نقاط، يانج افريكانز في المركز الثالث بخمس نقاط ايضا، مديامة الغاني باربع نقاط. طبعا المنافسه قريبه مش بعيده طبعا. ومواجهه الاهلي امام مديامة الغاني اعتقد ان هي هتحسم حاجات كتيره جدا. فوز النادي الاهلي في مباراه مديامة الغاني يعني هيبعد النادي الاهلي خلاص ويتصدر المجموعه بنسبه كبيره، والمنافسه هتبقى ما بين شباب بلوزداد ويانج افريكانز، واللي هيحسمها مديامة الغاني. يعني اللي هيحسم البطاقه الثانيه مش اللي هيحسمها مواجهه يانج افريكان شباب بلوزداد يوم السبت، لا اللي هيحسمها مديامة الغاني، لان هو هيتحكم في مين النادي اللي هيصعد مع النادي الاهلي. لو الجوله الخامسه انتهت تعادل حسابات تبقى ايه من وجهه نظر؟ يعني لو الاهلي تعادل مع مديامة الغاني هيبقى سبعه، ويانج افريكانز تعادل مع هيبقى سبعه شباب بلوزداد هيبقى سبعه سته سته، برضه هتبقى المواجهه هي هتبقى الجوله كانها ما اتلعبتش يعني. يعني الجوله كانها ما اتلعبتش. قصدك ان الفوز ان بعد كده الاهلي عنده يانج افريكانز في القاهره وشباب بلوزداد هيبقى عنده مديامة الغاني في الجزائر، هنا هتبقى برضه مواجهه مديامة الغاني يعني هتحصل. ده في مصلحتنا. لا انا اعتقد ان انا بختلف مع احمد، بتفق معاك احمد ان مباراه شباب بلوزداد ويانج افريكانز هي اللي هتحدد مين اللي يصعد ان شاء الله ان شاء الله مع النادي الاهلي، لان اعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله هيحسم صعوده يوم الجمعه بفوز على مديامة في غانا ان شاء الله، ويتاكد صعود النادي الاهلي عن المجموعه. مباراه بلوزداد مع يانج افريكانز هتبقى مباراه مهمه جدا لكلا الفريقين، للاسف مش هتلعب في نفس التوقيت، هتلعب تاني يوم يوم السبت. انا متوقع مباراه